مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار الائتلاف نقدمها لكم عبر منصاته، نستهلها بالعناوين. رئيس الائتلاف الوطني: تظاهرات السويداء تؤكد أن نظام الأسد غير شرعي ولا يمثل السوريين. والائتلاف الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل الاحتجاجات ودعم الانتقال السياسي. رحمة: أبطال السويداء يوجهون رسالة للعالم برغبة الشعب السوري بالحرية والخلاص من النظام المجرم. تقرير ميداني: 17 شهيدا و92 مصابا ضحايا نظام الأسد وميليشيات بي واي دي الإرهابية خلال الشهر الفائت. وفي نشرتنا أنباء أخرى متفرقة تتابعونها بعد الفاصل. أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المصلت أن هتافات الأهالي في السويداء التي تطالب بإسقاط النظام هي رسالة من كل سوري إلى العالم بأن نظام الأسد غير شرعي ولا يمثل السوريين. ودعا المصلت في تغريدة لها على موقع تويتر المجتمع الدولي لإيقاف تجاهله للملف السوري والعمل على تحقيق مطالب الشعب السوري ومحاسبة نظام الأسد وعلى جرائمه. وكانت محافظة السويداء قد شهدت أمس الأحد خروج مظاهرات واسعة وصلت إلى مبنى المحافظة، ردد فيها المتظاهرون شعار الشعب يريد إسقاط النظام، مرددين بتدهور الظروف المعيشية وعجز النظام عن تأمين احتياجات الأهالي من مواد التدفئة والكهرباء وبقية الخدمات والسلع. وقال ناشطون إن المتظاهرين اقتحموا مبنى المحافظة واصطدموا بقوات النظام المتمركزة في مبنى قيادة الشرطة التي استمرت في إطلاق الرصاص الحي نحوهم، مما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين. عبر الائتلاف الوطني السوري عن دعمه وتأييده للانتفاضة الشعبية الجارية في محافظة السويداء ضد نظام الأسد وسياساته التي أدت إلى تدهور الوضع المعيشي في المحافظة وعموم المناطق السورية بعد أن سلم موارد البلاد للاحتلالات التي جلبها لقتل الشعب السوري وقمعها. وأشار الائتلاف الوطني في بيان لها إلى أن نداءات الأهالي المطالبة بإسقاط نظام الأسد رغم مخاطر الأجهزة الأمنية الوحشية التي تحيط بهم والتي تدخلت مباشرة لقمع الاحتجاجات تظهر رغبة الشعب السوري بالحرية والخلاص من النظام المجرم. وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي بعدم تجاهل الاحتجاجات الشعبية في السويداء والتوقف عن المماطلة والتراخي فيما يتعلق بالملف السوري والسعي بشكل حازم لتحقيق الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية. أشاد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة بالشجاعة الكبيرة التي أبداها أبناء محافظة السويداء في الانتفاضة بوجه نظام الأسد والمطالبة بإسقاطه في مشاهد سبق وأن عاشها السوريون وتابعها العالم بأسره قبل 11 عاما. وقال رحمة: نوجه تحياتنا لأهلنا في السويداء الذين ثاروا بكل شجاعة وجرأة على نظام الأسد المجرم على الرغم من وحشية الأجهزة الأمنية التي يستخدمها النظام لقتل المدنيين وإرهابهم. وأضاف رحمة: أبطال السويداء أسقطوا أسطورة النظام في حماية الأقليات، ووجهوا رسالتهم النزيهة من جبل العرب جنوبا إلى جبل الزاوية شمالا، مضيفا كل التضامن والدعم للمتظاهرين الذين يواجهون وحشية نظام الأسد. وطالب الأمين العام وسائل الإعلام العربية والدولية بالاهتمام بما يصنع أبناء السويداء، إذ يعكس بوضوح رغبة الشعب السوري في نيل الحرية والكرامة والخلاص من النظام المجرم. مستمعينا الكرام، ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من الائتلاف الوطني السوري وفيها بعد الفاصل. إدريس يطالب الحكومة اللبنانية بسحب ميليشيات حزب الله الإرهابية من سوريا لحل أزمة اللاجئين لديها. أهلا بكم من جديد. كشفت مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان في الحكومة السورية المؤقتة في تقريرها الدوري عن شهر تشرين الثاني 2022 أن حصيلة الضحايا المدنيين خلال الشهر الفائت في المناطق المحررة بلغت 17 شهيدا من بينهم 10 رجال وامرأتان وخمسة أطفال. وأضاف تقرير مديرية توثيق الانتهاكات أن عدد المصابين خلال الشهر الماضي بلغ 92 مصابا، منهم 43 رجلا و18 امرأة و31 طفلا، وكانت جراح
بعضهم خطيرة للغاية. وأوضح التقرير أن النظام المجرم وحلفائه كانوا مسؤولين عن مقتل 12 مدنيا منهم 6 رجال وامرأتان وأربعة أطفال، ناهيك عن إصابة 86 مدنية، بينما كانت ميليشيات بي واي دي الإرهابية مسؤولة عن مقتل 5 مدنيين منهم 4 رجال وطفلا واحدا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وفي خبرنا الأخير، أكد منسق دائرة شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني سليم إدريس أن ما يتعرض له اللاجئون السوريون في لبنان قد تجاوز قدرة البشر على الاحتمال، مشيرا إلى أنهم يجابهون كل أنواع الترهيب وقطع المساعدات الإنسانية عنهم لإجبارهم على العودة إلى مسالخ النظام. ولفت إدريس في تصريحات له إلى أن اللاجئين السوريين كانوا قد أجبروا على ترك بلدهم والخروج إلى لبنان خوفا من التعذيب والاعتقال والقتل الذي مارسته قوات نظام الأسد وميليشيات حزب الله الإرهابي والميليشيات الطائفية الأخرى، إضافة إلى قوات روسيا وإيران. جاءت تصريحات سليم إدريس ردا على ما تنقلته وسائل الإعلام يوم الخميس الماضي عن أنباء لقاء حصل بين رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ومفوض شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة في فيليبو غراندي، والذي طالب ميقاتي فيه المجتمع الدولي بالتعاون لإنهاء ما وصفه بأزمة الوجود السوري في البلاد، مدعيا أن الأوضاع في سوريا مستقرة. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام نشرة أخبار الائتلاف، قدمناها لكم. تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.